بسم الله. النهارده معانا برنامج اسمه جراند بروجكت. ده برنامج بيرسم الجراند تشارت، وبرنامج مجاني خالص. اول ما بتدخل على الموقع بتقول له داونلود، فبيقول لك لو انت عايز تتبرع بدولار اتبرع، مش عايز بتقول له جاست داونلود، وتقول له داونلود جراند بروجكت، تروح محمل لك البرنامج. طيب لما تحمل البرنامج وتسطبه بيظهر لك بالشكل دوت. تقدر تحط المهام اللي انت عايزها، تقدر تدخل على ريسورس تشارت من هنا ريسورسز، تقدر تضيف اي ريسورس انت عايزها، والتليفون والموبايل وعد الايام اللي هيشتغل هو فيها، وكاستم كولوم تقدر تضيف اي كاستم كولوم انت عايزها. خلينا نقول له اكس مثلا، ده الدي اوف بتاعه مثلا انت ديت. هنا الجرانت اقدر ادخل من بروجكت واقول بروبرتس الخصائص بتاعت اسم المشروع ايه، مثلا الاورجانيزيشن الموقع بتاعك، الكاليندر بتاعتك، الايام اللي هتشتغل فيها، الايام الويك اند بتاعتك. احنا عندنا الويك اند بتاعنا الجمعة بس، وساعات لأ الويك اند في ممكن تاخد تسقط ولا لأ. الهوليدي كاليندر، انا هتشغل بأني هوليدي، تمام، ايام الاجازات اللي طول السنة ما شاء الله. الريسورس رولز اوكي. طيب عايز ابدأ دي في حاجة، هقول له نيو تاسك، هيقول لي التاسك دي اسمها ايه مثلا، اكس اكس، هتبتدي من امتى وتنتهي من امتى. تقدر تغير التاريخ زي ما انت عايز، وتقدر تسحب من هنا برضو، وتقدر تيجي هنا تقول تاسك روبرتس، تدخل جوه الخصائص، اسم التاسك ده، المايلستون، التاريخ هتبدأ من امتى هتنتهي امتى، عد الايام لكم مثلا 9 ايام مثلا، الليس بيجيننج، البريورتي بتاعتها قد ايه، اي مثلا البروجرس. طيب الديسيسز الريسورسز هقول له خلينا الاكس مثلا. الكاستم كولوم اقدر اضيف تاسك تانية برضو، التاسك بروبرتيز ممكن اقول له ديت جزء من اللي قبليها، ممكن اقول له نيو تاسك كمان تاسك روبرتس، البيجن ديت، المايلستون، الكالر، اغير كالر زي ما انا عايز، ممكن بعد كده اجي هنا اقول له هنا ان دي مرتبطه بمهمه تانية، اقول له مثلا دي مرتبطه بالدبليو، العلاقه بينهم مثلا فينش تو ستارت، او ستارت تو ستارت، او فينش تو فينش، وهكذا. فتبقى في ربط بين دي وديت، بحيث ان دي ما تبتديش غير لما الدبليو تخلص، وهكذا، تمام. نيو تاسك اقول له البروبرس بتاعتها، اربط لديت ب نيو تاسك 4 فينش تو ستارت، او اي حاجه انت عايزها، ونوع اللينك هاردنس، هل هي سترونج ولا روبر. اوكي